خلينا نعرف أكتر ونقف أكتر عند حاجات متعلقة بالكتابة وطبيعتها وطبيعة الجمهور، لكن إيه حكاية الغنى وأعراض الغناء التي ظهرت عليك في الفترة الأخيرة؟ لا، هو تقدري تقولي هو تطفل على الـ على الـ على الغناء يعني مش غناء. هو كنت عامل اغنيه انا وعزيز الشافعي، جد الحسن. جد الحسن، وكان طموحنا اول غنوه ما اتعملت ان احنا عايزين نعمل الغنوه دي ونديها للشاب خالد يغنيها. ده كان طموحنا الاولاني. مين اللي غنيها؟ الشاب خالد. الشاب خالد، غنوه مديح ومعموله بطعم الموالد المصريه، صحيح، وبطعم الشغل من اول الكحلاوي لحد ياسين التهامي، واخد الحاله دي يعني، وعايزين نديها للشاب خالد عشان تنافس بقى بكمانجات وتعمل لايف وتبقى يعني فيها نقله مزيكا وكلام مصري. طبعا الحلم ما عرفناش نوصل له. حاولنا بعد كده مع اكتر من مطرب، ما يعني كان في كله خايف يقول الكلام ده، حاسس ان هو يعني مش مألوف، مش مألوف ومش متاكد يعني هعرف يقوله ولا لا. لحد ما في يوم كنا داخلين على ذكرى المولد وبكلم عزيز، فعزيز قال لي بقول لك ايه، ما تيجي نغنيها انا وانت؟ فقلت له يلا بينا. وكنا تاني يوم في الاستوديو خلاص يعني، قلت له بص جنونه من جنونات عمر طاهر، قلت له بص انا هخش ايه اسندك في الغنى، انت غني وانا هبقى في الكورال يعني بقول معاك بسندك يعني. بتبطن له لغه المشاهير. ايوه بالظبط، بتبطن له. وبس كانت تجربه نجحت برضو الحمد لله. خلينا نفتكرها مع بعض. اوكي. وجهه حسن على النبي، صلي صلي، سبحانه من خلق العيون الواسعه الواسعة، والجبهة شمس وساطعة، والكحل رباني ويلاقي في الرموش، وإن النيليل إن النيليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن، وتملى في الوجه الحسن اسنان وشق طل ياما منه نور، وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر ناعم منبته فوق الجبين، ابيض منه بالعدد يا دوب 20، بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي، ابتي هادي والنبي قبل الهدية، وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه، الكف ناعم إنما القبضة قوية، طالت حياتك يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف، بيتكلم على مهله وصمته كلام، ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام صار.